عبد الله المسند والناموس للجميع الفائزين اسماء رونق رونق رونق. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، شوطا خصص للحول المحليات الأصائل. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى ثروة حمد بن محمد بن سعيد الأحواري، من يقدم لنا ثروة وهي محتلة على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الظبي سعيد بن مظفر بن محمد بن خموش العامري، من يقدم هذا الانطلاق والمسار للظبي مع المركز الثاني. انتقل مباشرة الى المركز الثالث اليذابة زايد بن محمد بن سيف المزروعي، هنا تتقدم اليذابة مع المركز الثالث. النقلة مباشرة مع المركز الرابع مشاهدينا الكرام، مع المركز الرابع في هذه اللحظات وصلت الليس الهودة عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري، من يقدم لنا سلهودة. انتقل مباشرة الى المركز السادس، يا سلام، ارى الهذيبة سالم بن حمد بن سالم بن هدفة المري، من يقدم لنا الذيبة مع المركز السادس. المركز السابع حشيمة سعيد بن محمد بن دري المنصوري، انتقل مباشرة الى المركز الثامن الدانة محمد بن مسعود بن علي المري. تاسع المراكز اللي وصلت وانطلقت الطيارة ناصر بن غانم، ولكن من تتسلل الشاهنية تعود الملكية سعيد بن حمد بن قناص العامري، من يقدم لنا الشاهنية والوصول والقدوم في هذه اللحظات. مع المركز العاشر تدخلت شواهين محمد بن علي بن وديمة العامري. هكذا النداء لهذه الشوط، أكملنا كامل المكمل، نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، والعودة أحمد على الصدارة وعلى البداية هلولة. نرى من تسيطر مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول، يا سلام، من تغير مباشرة مع البداية والمقدمة. هناك تعلن الحضور الذيبة، الذيبة بالفعل، الذيبة مع البداية، ولكن سلهودة، سلهودة لعيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري غيرت مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نداء اليذابة زايد بن محمد بن سيف المزروعي، مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر ثروة حمد بن محمد بن سعيد العفاري، مع المركز الثالث. الكل مشاهدين الكرام حاضر بقوة الوصول والقدوم. مشاهدين الكرام تتقدم بهذا المسار، أرى اللي هي هنا تنطلق بكل جدار الظبي سعيد بن مظفر بن محمد العامري، ولكن من تغير هنا تأتي الدانة، غيرت الدانة مباشرة إلى المركز الرابع. تعود الملكية مشاهدي الكرام لمحمد بن مسعود بن علي المري. أما اللي في المركز الخامس الظبي سعيد بن مظفر بن محمد العامري، وصول مع المركز السادس، يا سلام، وصلت الذيبة سالم بن حمد بن سالم بن هدفة، من يقدم لنا الذيبة الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات. المري يقدم لنا الذيبة. المركز السابع وصلت مشاهدينا الكرام الندى، يا سلام، ندى. تعود الملكية لعلي بن غانم بن علي بن حمودة الظاهر أول ذا علي ندى، تصل إلى ندانا في هذا المسار. القدوم والوصول من شواهين محمد بن علي بن وديمة العامري، ولكن القادم أحلى. وصلت في هذه اللحظات وانطلقت مشاهدين الكرام، أرى اللي هي سباير، أول ذا علي سباير فهد بن محمد بن طالب بن عقيل. هكذا مشاهدينا الكرام المسار يسير، والشوط هنا لا يقل أهمية مع انتصاف المسافة 3 كيلومتر عن الفيصل عن خط النهاية. وأيضا يا سلام شاهنية وصلت في هذه اللحظات، تعود الملكية للشاهنية مشاهدينا الكرام، من يقدمها في هذا المسار سعيد بن حمد بن قناص العامري، ولكن من اللي وصلت، وصلت ثروة، ثروة مشاهدينا الكرام من الجانب الاخر العنود محي بن عبد الله بن محارب الشمري، من يقدم لنا هذا الاسم للعنود. تتقدم في هذه اللحظات الوصول
من الطيارة ومتبطي للطيارة يا ناصر بغانم بن علي بن حمود الظاهري من يقدم لنا الطيارة الواصل حشيمة سعيد بن محمد بن دري المنصوري من يقدم لنا حشيمة صاحبة الكاس في الانتاج كاس الثنايا مشاهدينا الكرام هذا الاسم اللي يبيع له مراقبة من قبل سعيد بن محمد بن دري المنصوري يقدم لنا هذه السلالة سلالة حشيم في الحول بالفعل في الحول بالفعل يا بن دري مشكور على هذه المعلومة يا الحبسي نعود مع البداية نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول يا سلام مقدمة هذا الشوط والصدارة والمسار الأول الانطلاق الأول نعود على البداية هنا مقدمة الشوط والمركز الأول من تأتي مع البداية سلام مع مقدمة هذا الشوط ثر وثر وحمد بن محمد بن سعيد العفاري هو في مقدمة الشوط يا سلام بن دبي من يراقب هذا الشعار هو الانطلاق ويقدم لنا ثروة المركز الثاني تليها مباشرة المشاهدين الكرام منغيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط سلهودة عيسى بن مبارك بن دعفوس المنصوري من يقدم لنا سلهودة وصلوا القادمون وصلا الحول يا سلام الأسامي بدأت تتدخل الكل بدأ ينطلق وصلت الجذابة زايد بن محمد بن سيف المزروعي من يقدم لنا الجذابة ولكن هنا من اللي واصل وصلت ندى ويا مرحبا بندى تعود الملكية علي بن غانم بن علي بن حمود الظاهري مع المركز الرابع المركز الخامس الذيبة سالم بن حمد بن سالم بن هدفة المري من يقدم لنا الذيبة ولكن هنا مشاهدين الكرام تدخلت في هذه اللحظات العنود محيا بن عبد الله بن محارب الشمري يا سلام الأسامي بدأت تدخل الكل بدأ ينطلق وين الناموس وين وين الفوز في هذا الشوط محتارين ما بين الحول اللي صايل هنا مشاهدين الكرام 21 حائل في هذا الشوط يا ترى لمن الفوز والناموس الكل بدأ ينطلق بدأت تجمع من أجل الفوز والناموس يا سلام مربع ذهبي هنا على الصدارة ولكن القيادة مع ثروة مع كابن دبية مع مقدمة الشوط الكيلو الأخير يا سلام أهالي المصانع الجنوب مسيطرين مع البداية مشاهدين الكرام عبر قناة أبوظبي الرياضية بدأت تجمع من الندر إلى صايل المحليات الحول هنا الكل بدأ ينطلق الكل بدأ يقدم ما لديه طعمه غير فوز الوثبة ناموسه غير يا سلام مقدمة الشوط ثروة الانتاج ثروة ثروة النوامس ثروة بالفعل مع الناموس إن لم يكن راي آخر مع محيى بن عبد الله بن محارب الشمري يقدم لنا هنا العنود وبنقول عاندة العنود ولكن من اللي وصل اسباير وصلت وصلت تحمل الرقم واحد فهد بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا اسباير الكل بدأ ينطلق ولكن ثروة بدون أي توامر ثروة بدون أي تعليمات أهالي المصانع الجنوبية مسيطرين مع البداية بن دبي من يقدم لنا ثروة حمد بن محمد بن سعيد العفار يا سلوم يا ثروة يا سلام قادة الشوط تبين تنهي الشوط أن تهديه بن دبي هذا الفوز والناموس هذا الانتصار سلام لوغان سلام سلام المصانع الجنوب دير البال بن من بحارب واصل واصل محيى بن عبد الله بن محارب الشمري يقدم لنا العلود ولكن خلاص ثروة النواميس بالفعل مشكور يا بن دبي على هذا الفوز هو الانتصار تهانينا والناموس حمد بن محمد بن سعيد الاحفاري من قدم لنا ثروة بالفعل نالت الناموس المركز الثاني العنود تعود الملكية محيى بن عبد الله بن محارب الشمر المركز الثالث سباير فهد بن محمد بن طالب بن عقيل المركز الرابع كان من نصيبه مشاهدينا الكرام الشاهينية سعيد بن سويد بن زايد بن جشمال المنصوري خامس المراكز الشمالية محمد بن عبد الله بن محمد بن قديم المزروعي نذهب للتوقيت مباشرة مشاهدينا الكرام مع التوقيت الزمني 9 دقائق مشاهدينا الكرام 49 ثانية و6 من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك ثروة مع
حمد بن محمد بن سعيد بن دبي الفاري. سعد الله صباحك على هذا الفوز. المركز الثاني العنود قدمت ارتش كاوي واشكر عليه. محيا بن عبد الله بن محارب الشمري قطعت المسافه زمن وقدر 9:50 جز واحد من الثانيه. سباير من حلة ثالثا فهد بن محمد بن طالب بن عقيل قطعت المسافة في زمن وقدرة مشاهدين الكرام 9:50 7 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التحية تتجدد متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل.